هلو، اسمي أوروكا جينا، واليوم رح نحل دورة 2012 الاستثنائية اللي عندكم طلبتوها. رح الأول بروبلم اللي هو study of the motion of a sphere. هيدي الدورة كتير مهمة لأنه فيها كمان electromagnetism، so انطروا مني إني حل لكم second exercise. رح تلاقوا زيت الفيديو بالفرنسي بس أكيد حأعمله لوحده. So in general هون في path sphere عم بيركب على الميات، اوكي. في بوت عم بيجره، فجأة بيفلت البوت at point B، بيقوم بيطلع على slope وبيفز بالميات. المي هي هون بيجي على point E، هو المي، اوكي. So هون في مثل زحليطه، اوكي. He leaves at point D من الزحليطه وبيخبط بالميات at point A. هلا اعطيني كل ال constant اللي شايفينهم قدامكم، يعني مثلا ال height هي 1.6، الانجل هو 30 degrees، الماس تبعه للزلمه is 80 كيلوغرامز، وعطيوني الوقت، اوكي. From A اذا الوقت هو 0 على البوينت B، عطيوني انه الوقت هو 60 seconds، وكل المعلومات معطيه، يعني حتى الفيلوسيتي على البي is given. فاول سؤال انه how many force are acting على السوليد اس او على الزلمه، وهن معتبرين انه كل شيء الزلمه هو is a particle. فأول شيء في عنا الويت، ثاني شيء في عنا النورمال فورس لأنه دائق بالسيرفس، في عنا إذا هو عم بيتحرك على اليمين سو عنا الفريكشنال فورس is going left، وفي عندي البيج اف اوف تراكشن تبع البوت. سو البيج اف هي تو ذا رايت، ما في انجلز. سمول اف هي تو ذا ليفت، في عندي النورمال فورس والويت، وبدهم اياكم ترسمون with no scale، يعني بس هيك من قفا ايدكم. تاني سؤال هم عم بيقولوا لي، مع انه انا لازم اكون بعرفها، انه السكند لو اوف نيوتن هي سم اوف فورسز ايكوال ام اي، هيدي للاولاد الصغار، بينما بالترمينال سم اوف فورسز هي الديريفاتيف اوف ذا مومنتوم وذ ريسبكت تو تايم. عامله انا فيديو خصوصي شو هو المومنتوم والدرس تبعه، اوكي، فيكم تحضروه اذا حبيتوا. السؤال هو اكسبرس ذا اكسلريشن اوف اي اوف ذا موشن اوف ذا سفير ان ترمز اوف بيج اف سمول اف اند ام. بيج اف هي التراكشن تبع البوت، السمول اف هي إذا بدكم الـ frictional force. سوري أنا حطيت minus ما كان لازم لأني عم حط الـ magnitude. Anyway, sum of forces اتفقنا هي equals to ma اللي هي dp over dt. Sum of forces equals dp over dt. How many force do I have على الـ acceleration parallel to the acceleration؟ لأنه أنا بس يكون في forces و vector I have to project. وهو عم بيعمل acceleration بالhorizontal. So I have to project on the horizontal axis. So كل شيء رايح مع الـ A بحط له plus، كل شيء ماشي عكس الـ A بحط له minus. So big F minus small f. Okay, I'm projecting equals MA. هيدي إذا بدكم الـ second law القديمة تبع نيوتن. وهن عم بيقولوا لي بس أعمل projection يا جماعة بتختفي الـ arrow اللي فوق الـ vectors. لأنه I'm projecting on A-axis، يعني على acceleration direction equals ma. بتقولوا لي الweight والnormal وين راحوا؟ بقولكم ال projection of the weight and the normal على ال A direction are zero. ال plus f هي لأنه ماشي مع ال A، و minus small f لأنه ماشي عكس ال A. So in other words I can express A in terms of big F, small f and m. بدل A تضل لحالها زعجتنا الماس، بقول له هي big F minus small f divided by M. اوكي، بعد ما خلصنا part 2 part 3 determine the expression of the velocity of the sphere in terms of FF and the time t. هلا بال part 3 لازم تكونوا بتعرفوا بالميكانكس في عندي x va. ال v هي derivative لل x، وال A هي derivative لل V. So إذا بدي لاقي، يعني هي X double prime in other words، إذا بدي أرجع أرجوها بدي أعمل integral لأنه عكس ال derivative هو integral. بتقولوا لي إذا ال A هي هيدي ال constant، so ال V هي integral of A with respect to time، يعني integral of كل هيدي ال fraction، integral of F minus F M over m أكيد dt. It's a constant بتطلع لبرا، بضل عندي integral of dt فاضية. في ناس بفكروها 1، actually integral of dt لازم تنتبهوا انه it is time،
f minus f over m هو دي constant مخصم بالانتجرال times t. بس plus a constant مين هي هالconstant؟ يعني مثلا إذا قبل ال equal في v بتقولوا لي v zero، إذا قبل ال equal في y بتقولوا لي y zero. يعني شو ما كانت الconstant اللي هون بتحطوا زيت sorry ال variable قبل ال equal بتقولوا لي هي زيتها بس بحط لها zero يعني ال initial. هو انطلع من ال point A، يعني قديش ال velocity initial على A؟ zero. And this is the velocity at any time. وفيكم تقولوا so فيكم تحطوها as a function of time vt إذا بدكم. It's a video بس يكون في time يعني it is a video. آخر سؤال عم بيقولوا لي find big F. مثلا أنا I can apply هيدي equation any point between A and B. شو رأيكم بما أنه عندي كتير معلومات على البي أني أقول أنه أنا رح طبقها على البي، يعني ال velocity تبع البي والtime تبعه للبي. F minus small f sorry f minus small f over m times time b. ما هي it is valid any point between a and b. ال vb عطيني اياها بالgiven هي 6 meters per second so I replace it by 6. ال big f بالليستة هون ما عطيني اياها بس ال small f عطيني اياها اللي هي 100 وهو عم بيقول لي find big f. over الماس عطيني اياها برمو منيح بالgiven it's 80 kilograms as a unit. التايم بي هو 60 سكند. 6 و 60 بيروحوا بعض بدل لي 0.1 تايمز 80 بدل لي 8 سو بيج اف ايكوالز 100 بلس 8 which is 180 نيوتن. رح امحي اللوح ورح بلش بالبارت بي. خلصنا اول بارت اي يعني اشتغلنا بتوين اي اند بي، هلا رح يشغلني بتوين بي اند دي واخر شيء بتوين دي اند اي بس يفز بالهواء. هلا بتوين بي اند دي هات لنمحي اللوح ليكوا شو بدو. Between B and D. Why can we apply the principle of conservation of mechanical energy? ليش mechanical energy is conserved? Because no friction. تاني سؤال. Deduce that the velocity between at point D, sorry, مش between, at point D is 2 meters per second. ما تنسوا أنا عم بشتغل between two points B and D وهو لمح لي على الميكانيكال انرجي، يعني أهين شيء اشتغله هو ميكانيكال انرجي كونسرفيشن between B and D. وأنا على البي عندي كثير معلومات. هل يا ترى عندي half kx square؟ في شيء رسور؟ في شيء سبرينغ هون؟ لا. So بس عندي half mg square و mgh يلي هي kinetic and potential gravitational. بس ما تنسوا الرفرنس وين اخذها، هو اخذ الرفرنس على ال AB على ال H على ال AB هي 0 that's why ال HB is 0 so هي اختفيت equals half MVD square plus MGHD square. يعني I apply the same formulas مرة على ال B مرة على ال D. وانتبهوا بالشهادة مطلوب انكم تكتبون then إذا في شيء صفر بتشحطوه. يعني التلميذ اللي بيكتب لي directly half mvb square equal وبينسى ما يحط ال mgh ويختشها it's somehow wrong. okay هلا الماس is everywhere so I can simplify إذا بدكم بدأ I simplify by m. هيدي بتزبط لأنه ما في half kx square لأنه كليتهم فيهم m so ال m is a common factor somehow إنه هيدا ال problem is independent of the mass m so بدللي half times vb square is 6 square plus 0 equals half الماس اختفيت اتفقنا we simplified with m ال vd هي اللي بدي اياها plus g قالوا لي خديها 10 الماس اختفيت ال height على d هي 1.6 meters بتروحوا بتبرموا بال given. المهم تعملوا calculation 36 divided by 2 18 equals half vd square اللي عم برم عليها plus 16 لأنه 10 times 1.6 بياخد 16 لتاني ميل بتصير 2 equals half vd square الهاف بدي أخذها لتاني ميل 2 لأنها denominator بتصير numerator بتصير 4 equals vd square and finally bingo vd is 2. خلوا براسكم لأنه هلأ حنستعملها للvd لوين وقتا بدنا نخلص من vd بدنا نروح from d to e. خلصنا هلأ من vd بس keep in mind إنه we need to use the VD 2 meters per second لل part الأخيرة اللي هي between D and E. رح نحفظ الأسئلة ونرجع على الصورة. الأول شيء apply second law of Newton on the sphere
apply Newton's second law on the sphere to show that at instant t, the vertical component py of the linear momentum of the sphere is py equals هالقد in terms of t. بعد منا بيقول لك جيب لي الواي, expression of y. وفاينالي determine the duration taken by the sphere to pass from d to e. خلونا أول شيء نفكر كيف بدنا نلاقي ال p, expression of p, momentum. Okay, keep in mind إنه the velocity على point D is 2 meters per second. Okay, the momentum هو إذا بدكم معروف بدنا نستعمل الشيء اللي قلنا إياه, هو إنه sum of forces هي dP over dt vectors. تاني شغلة بدي أكون تنتبهوا لها على الصورة إنه آخذ هو ال y axis نزول, يعني كل شيء going down مع ال y بحط له positive, كل شيء going up بحط له negative. ثالث شغلة بدي اياكم تنتبهوا لها انه دي بي اوفر دي تي وقتها بكون الاوبجكت طاير بالهواء معروف انه ما في الا فورس وحدة, بطل في سبورت تقول في نورمال وبطل في فريكشن. اوكي سو هو طاير بالهواء وهو عم بيقول لي انه نيجلكت الفريكشن وقتها بيكون هو بالهواء. سو ذا اونلي فورس اكتنج هي الويت, والويت عنده فورمولا ام تايمز جي, وهو فيرتيكلي داون ايكوالز ديريفاتيف اوف بي وذ ريسبكت. اوكي هات لنعمل projection. اوكي ال p هو vector going down, وال g acceleration تبع الجرافيتي هي كمان vector going down. برايكم شو راح يصير اذا derivative of p with respect to time هو constant, لانه الماس constant وال g constant. سو اذا بدي اعمل integral تمشان لاقي ال p, ما هيك عكس ال derivative هو integral. اوكي بقول له integral of mg with respect to time is equal to mean. كأنه تخيلوا ونتفق انه عم تاخذوا dt لتاني ميلة. اوكي equals delta p not p. اوكي الامبلس لانه في شغلة p minus p, ما مثلا اذا عندي هون initial وهون final ما رح يطلع لي final minus initial p minus p, يعني delta p not p. اوكي هلا الام والجي هن كونستنت بيطلعوا برات الانتيجرال, بيبقى لي جوا تي ايكوالز بي از ا فانكشن اوف تايم ماينس بي زيرو. بي زيرو قصدي فيها الانيشال اللي هو من وين انطلق, من البوينت دي. اوكي سو بتقولوا لي انه البي ايكوالز ام جي تي بلس بي زيرو. هلا اللي منه مستوعب قصة الدلتا بي بيقول لي هي أنا ما انتبهت لها وكيف بدي أعرف, ما أنتوا بتعرفوا أنه وقتا بيكون الانتيجرال ما عنده boundaries. أوكي بيطلع هون P. أوكي ورح شيل الفاكتور كمان ما قلها معنا P plus, بعد ما تحلوا الانتيجرال بيطلع لكم P plus a constant. يعني أنتوا إذا عم تحلوها بيطلع لكم P equals mgt plus a constant. مثلا اذا قبل الايكوال في بي بقول له هالكونستنت رح سميها بي زيرو, اذا قبل الكونستنت اذا قبل الايكوال في في بقول له بلس في زيرو. تتذكروا انتم بالفيزيكس وقت بالماث سوري كنا نحل انتجرال اوف اف دي تي كان يطلع لي شغله اللي هي الحال تبع الانتجرال وقول له بلس سي, هيدي السي هي الكونستنت, بس هون انا ما رح سميها سي بالفيزيكس رح سميها بي زيرو. اجين توصلنا بالحالتين, يعني اللي بحل على طريقه الباوندريز او اللي بحل على طريقه بلس سي, بالحالتين رح يطلع له P equals mgt plus P0. هلأ عم نشتغل نحنا كليته على الواي أكسس, ورح نزيد هيك سيمبل Y تمشينا ننتبه أنه هو على الواي أكسس equals M نعرفها هي 80, للG هي 10 يعني كلها على بعضها 800 T plus تبه كل شيء going up حط له negative. ليه؟ لأنه أنا عم بعمل projection on the Y أكسس. هلا ال P0 واي شو هو؟ ما بالعاده نحن بنعرف انه الفورمولا تبع ال P هي MV صح؟ حتى فيكتور. يعني مثلا PY هي MVY. يعني ال P وال V هن ذاتهم بس في فرق constant M. وبتعرفوا انتم وقت بكون عندي two vectors في فرق بيناتهم بس a constant, يعني مثلا هيدا فيكتور VY او V شو ما كان ال V وهيدا الفيكتور P رح يكونوا parallel على بعضهم in same direction. فأنا نوعاً ما الـ P initial هو parallel على الـ VD, يعني هو vector oblique رايح هيك.
يعني كمان عامل انجل 30 ديجري، لانه اذا هون 30 يعني اكيد هون كمان شو 30 ديجري. سو الفاكتور بي هو فاكتور ماشي مع الفيلوسيتي دي. طيب اقولكم هيدا وقت بدي اشوف خياله على الواي اكسس، اوكي خياله هو البروجكشن اون ذا واي اكسس، ما بدي سكر رايت تراينجل وهيدي اللي واقفه هون الا انه هي بي واي، بس هيدي ما نحايلها بي واي، هيدي الانيشال يعني هي بي زيرو واي. اوكي يعني بقلب هيدا الرايت تراينجل صار عندي فاكتور هيك. اوكي رح جرب ارسم لكم اياه منيح، كبر لكم اياه. صار عندي فاكتور بي بي كله سوا اللي هو اوبليك، وفي عندي بي اكس وفي عندي بي واي. اوكي سو اجين اي ريبيت، اي هاف بي بي اكس اند بي واي. بدنا نسمع الكلمة، هو عم بيقول لي انه هيدا هو البوينت انيشال، يعني هو كليتهم زيرو، في زيرو اكس في زيرو واي اند بي. هيدا الفاكتور يا جماعة بما انه هو رايح رايت اب، اوكي اذا حدا قال لي وصفي لي الفاكتور بي زيرو بقول له رايح يمين طلوع رايت اب. يمين يعني البي زيرو اكس از بوزيتيف، بس طلوع تبهو هو اخذ الاكسس تبع الواي نزول، ليكون الفاكتور جاي كيف رايح؟ يعني إذا حدا رايح up رح يكون negative. That's why هون رح حط البروجكشن is negative. Okay. And V0 Y. بس في angle. بدي أعمل projection. من هي اللي هي M times V هي ال P0. إسا زيادة. شو الفرق بين P0 و P0 Y؟ في قصة الساين بدي أشتغل عليها. بقول له sine 30 هي opposite over hypotenuse. يعني P0Y over P0. أوكي؟ يلي هي MV0. آه، أوكي. يعني P0Y هي sin 30 times MV0. sin 30 معروفة هي رقم كتير حلو. هو half. عشرت تكون الكالكوليتر تبعكم in degrees. أوكي؟ لأنه بتفرق إذا الأنجل هو degrees ولا radians. وبتعرفوا انتم بالترمينال في دروس مثل الالكتريسيتي في بقلب بطنه للساين باي، يعني رح نشتغل ان راديانس، وفي دروس لا هي ان ديجريز مثل هيدا اللي هون. ذاتس واي لازم تعرفوا بقلب الاكزام تحولوا يور كالكوليتر فروم ديجريز تو راديانس. الماس هي 80، الفي زيرو هي على البوينت دي هي 2، بتقولوا لي 80 تايمز 2 تايمز ساين 30 هي هاف. اوكي وما تنسوا ال 800 تي تنكون مرتبين ما نضيع حالنا. الهاف والتو بيروحوا بعض. That's why ال PY is 800 T minus 80 لأن التو والهاف بيروحوا بعضهم. Perfect. هلأ اللي رح أعمله حأمحي كل اللوح وأترك بس ال P، لأنه بعد ال P شو رح يطلب مني؟ رح يطلب مني أني لاقي ال Y. تتذكروا بالفيزيكس قلت لكم انه دائما بيطلب مني ثلاث شغلات x و v و a، وبيقول لي فز من وحده للثانيه. مثلا اذا معي ال v كيف برجع على ال y؟ مثلا اوكي x v and a، بس اذا عم بشتغل على ال y axis بصير y b y a y. اوكي okay؟ يعني تميزهم عن بعض، او اذا بدكم y v بدل الاكس في سميها واي في سميها زي اللي بدي اياه، اني دايركشن ما فرقت. المهم كلنا بنعرف شو علاقه البي واي بالفي، وهو عم بيسالني ليه الواي. اه لكن بدي فز من البي واي للفي واي وبرجع من الفي واي للواي. آه كثير سخيفه، ما البي واي هي ام في، ما درس المومنتوم، هو درس طويل عريض. درس المومنتوم بي ايكوال ام في للحفظ، هيدي لازم تكونوا بتعرفوها. اه يعني الفرق بيناتهم هي اونلي ذا ماس. يعني كتير هين إذا مع الإكسبرشن of PY لقي الإكسبرشن of VY. بكل بساطة بياخد الإكسبرشن of PY وبقسمها divided by M. الـ PY شو الإكسبرشن؟ هي 800T minus 80 over الماس اللي هي 80 كيلوغرامز. So بدل اللي 800 divided by 80 10T minus 80 divided by 80 minus 1. So this is VY. Finally إذا بدي أرجع أسا رجوع، ما نحن قلنا من هون لهون derivative، so الطلوع رح يكون integral، so بقول له y equals integral of d with respect to time.
يلا شو الانتجرال اوف 10 تي ماينس 1؟ 10 تي بتصير 10 تي سكوير اوفر 2 ماينس 1 بتصير ماينس تي بلس كونستنت. مين هالكونستنت؟ شو ما كان في قبل الايكوال بتحطوا له 0. مين هي الواي 0؟ هي البوينت دي يعني 0. ليش؟ لانه الاوريجين هو على البوينت دي. طلعوا الاكس والواي اكسس فيكم يحطهم على الارض ولي، بس هو منقاهم انه هن ستارتنج فروم بوينت دي، وانا هو الستارتنج بوينت تبعي يعني الواي 0 از 0. سو ذس از ذا اكسبريشن اوف واي. هلا اخر سؤال حيقول لي قد ايه بدها وقت تو ريتش بوينت اي، قد ايه بدها وقت بالهواء، قد ايه بدها وقت. معناتها ما انا بدهم يتسلوا فيني، يا بيعطوني الوقت بيقولوا لي جيب الدلتا واي، يا بيعطوني الدلتا واي بيقولوا جيبوا لي الوقت. ما انا كل شيء ثاني بعرفه. So I have to use this expression to find the time. ايه انا بعرف قديش في فرق ارتفاع بين الدي والاي، مش هي 1.6 القديمه؟ طيب انا عم بروح داونورد، يعني بدي اقول له هي واي اي ايكوالز 1.6 نوت ماينس 1.6. اوكي 10 اوفر 2 هي 5 تي سكوير ماينس تي. هلا هون صار سؤال مات، كيف بدي الاقي التايم؟ في بالسكند ديجري بالكوادراتيك ايكويشنز لازم يكون الاكسبرشن ايكوال تو 0، يعني ال 1.6 درجتني بدي اخذها لتاني مال بتصير 5 تي سكوير ماينس تي ماينس 1.6 ايكوال 0. وهيدي بتشتغلوها دلتا على الكالكوليتر بيطلع لكم تو سوليوشنز، وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف، بتنقوا السوليوشن اللي هي بوزيتيف. ليه؟ لانه التايم از اولويز بوزيتيف. اوكي بتطلع معكم اي ثينك 0.67 سكند. And that's it guys. Good luck. Please wait for the next video. It's very important to watch لأنه ما في كتير electromagnetism بالدورات and this is an opportunity لألكم تحضروه تستفيدوا. Bye bye.